أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة من الأردن هذا السؤال، تقول لفضيلة الشيخ: أملك قطعة من الذهب نقش عليها اسم من أسماء الله الحسنى، وألبسها في عنقي، وأحيانا أدخل بها دورة المياه فتكون معي، فهل عملي خاطئ علما بأنني ألبسها لجمال المنظر وليس من أجل أن تحميني أو الخوف من الحسد؟ نعم، لا تدخل الحمام فيها اسم الله، وعليك أن تذهبي بها إلى الصائغ يمسح لفظ الجلالة منها ويزيل الكتابة منها، خوفا من دخول الحمام لشيء فيه ذكر الله عز وجل، لأن هذا يكره. نعم.